نروح بقى لملف مهم برضو، منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 اللي بيشارك فيها مصر ب 49 لاعب ولاعبة من 8 رياضات مختلفة، والمنافسة هتكون مستمرة 5 سبتمبر. طبعا خليني أقول لحضراتكم يعني أن مصر خلال تاريخها كله اللي هنتكلم لغة الأرقام عندنا 100 أو حصلنا على 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية، فإحنا عندنا أبطال فعلا بتمثل وبترفع اسم مصر وعلم مصر في المحافل الدولية المختلفة. هنا بواقع تحديدا 49 ذهبية، 64 فضية و64 برونزية، ومصر كانت حققت كمان 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016، ده كان بواقع 3 ميداليات ذهبية، 5 فضية و4 برونزية. وامبارح تحديدا كمان في حفل الافتتاح ابطالنا هناك اللي مشرفينا فاطمة عمر اسطورة رفع الاثقال وهشام صلاح قائد منتخب الطايرة، يعني قعدوا وحملوا علم مصر في افتتاح بارالمبياد طوكيو، كان مشهد محترم جدا أكيد ومشرف. وبالنسبة كمان لو هنتكلم عن فاطمة هي حاصلة على 4 ميداليات، يعني فحاجة بجد جميلة جدا، ودي بقى أخبار كمان بتسعدنا كلنا كمصريين أكيد.